بيقدموا حلقة جديدة من حلقاتنا في القناتين. ده فيديو للاتنين يا جماعة، قناة خلطبيطة اليوتيوب وقناة رغال يوتيوب. لو انت بتشوف قناة خلطبيطة اليوتيوب الفيديو دوت، هتلاقي رابط رغال يوتيوب في صندوق الوصف او في التعليقات، او لو حضرتك بتفرج على رغال يوتيوب هتلاقي قناة الاولى قناة خلطبيطة اليوتيوب في رابط الفيديو، هتلاقوه في صندوق الوصف. تعالوا مع بعض نتكلم تاني عن الموضوع بتاع صدفة جاد وازاي بتلم الفلوس واليوتيوب ازاي سمح لها بكده. عايز اقولكم على حاجة يا جماعة، اليوتيوب المفروض في فيديوهات بيتم مشاهدتها ومراجعتها الاول. واحدة بتقول صراحة انا عايزة ناس تتفرج على قنوات معينة وهاخد فلوس وانتوا هتاخدوا فلوس وهنكسب مش عارف ايه. المسابقة دي عبارة عن مجموعة من القنوات بيدفعوا فلوس للمتابعين، بيقولوا في شكل هدايا علشان يدخلوا عندهم يتابعوهم لان هم مش متشافين. حتة بقى ان كل واحد بتقولك بعرف اللي بيشوف الفيديوهات مين، ان احنا بنعرف من احصائيات الفيديو مين شاف ومين ما شافش. لا الكلام ده اوانتا، الكلام ده في 60 في 70 80 30 هو كده هبل. ده بالظبط نفس الهبل اللي انا قلته ده، مفيش حد بيشوف بيعرف مين يتفرج على فيديوهاته مبدئيا. بس فهنرجع بقى للقصة اللي هي بتاعت النصب والاحتيال والحوار ده كله، هنرجع له. في ناس بتنصب كتير جدا في الموضوع ده، فالحتة بتاعتها برضو مش عايزة تسيبها ولا عايزة تتوب عنها ان هي تلمي فلوس يعني. واليوتيوب ازاي يسمح واحدة تقول اليوتيوب بدل ما ياخد هو الفلوس ناخدها، هما يعني بدل ما يعملوا تمويل ويدفعوا اليوتيوب، لا بيدفعوا المتابعين زي هدايا. ايه ده، هو اليوتيوب بياخد فلوس على المشاهدات؟ ايه يا حاج انت كده بتقع نفسك في حتة كده غلط. يعني انت بتدفع اليوتيوب فلوس عشان يعملك مشاهدات؟ معنى كلامك كده فهتستغنى عن الحوار ده لبعض القنوات هي اللي هتشوف قنوات تانية وتاخد مقابل ده فلوس. ومسابقة ايه يا بابا اللي بتعمليها؟ مسابقة خايبة ولا فيها اي حاجة. طب والناس هتعرفوا منين ان الناس دي كلها؟ طيب ماشي، مليون واحد داخل، ايوه هتدي مليون جوائز 500 جنيه، يعني انت تاخدي 5000 جنيه والناس تاخد 500 جنيه، يعني الواحد ياخد 500 وانت تاخدي 5. ده 5 ايه عن القناة الواحدة؟ يعني بتتكلم عن كذا قناة، يعني 5 في 10 قنوات ب50,000 وهي قاعدة باشا. هتطلع لك منهم كام ال 50,000 دول؟ 10,000 جنيه يبقى 40,000 وهي باشا. يا سلام يا جماعة، نفوق بقى والله لازم نفوق. ليه مش قادرين نفهم ان دول ناس نصابين؟ انا مش عارف ازاي اليوتيوب يخلي واحدة تدي تصريح زي ده وتقول اليوتيوب بياخد فلوس للمشاهدات. اليوتيوب يا جماعة ليه إدارة هنا، تمام؟ والإدارة دي ناس محترمة بتاخد مرتبات محترمة، مش هتبص للكلام ده إلا إذا، أنت فاهمين طبعا إلا إذا إيه؟ إلا إذا، مش هتكلم أكتر من كده. يمكن اليوتيوب يقف لنا على الفيديو ده. يعني واحدة بتتكلم علنة إن اليوتيوب بياخد فلوس للمشاهدات ويعلق قنوات، والمقصود باليوتيوب هنا بعض الناس اللي شغالين في إدارة اليوتيوب في مصر. وما أدراك ما مصر، ما أدراك كل حاجة إيه؟ كل حاجة كده يا باشا بتشتغل. فيعني أرجوكم والله بلاش تمشوا ورا الدجالين دول والنصابين دول. عايز أقولك على حاجة، حتى قناتك لو عملت مشاهدات هتعمل على فيديو على اتنين، وبعدين انت في أقل حاجة عشان تاخدوا دولار في اليوم تعمل 4000 مشاهدة، 3000 مشاهدة في اليوم، 3000 مشاهدة عشان تاخدوا دولار. تخيلي على كل فيديوهاتك أو كل فيديوهاتك، تخيل. يعني القصة مش مرة، هي بتضحك على الناس بتقول لهم هيخشوا يشوفوا فيديو بتاعكم وقنوات كتير هتخش وفي مسابقة، ولا هيخش أكتر حاجة هيكسب. الكلام ده كله كلام غير محترم، بكلمكم جد والله، غير محترم ونصباية كبيرة جدا. فأنتوا حرين بقى، يعني الناس أصحاب القنوات أنتوا حرين، الناس بقى المتابعين لمها وصدفة يعني منكم، يعني مش عارف أقول إيه، وبتدافعوا عنهم باستماتة، أنتوا لسه مش شاهمين. يعني قناة خلطبيطة اليوتيوب عملت نبض للاتنين فوق ال 30 فيديو. يا جماعة الناس دي مش شيك، الناس دي بتقلب فلوس بطريقة مش صريفة. ليه مش قادرين تفهموا الحوار ده؟ ولاقي تعليقات ولاقي شتايم وبتاع والكلام ده، الكلام ده يعني والله اللي أنا بقوله مش عارف أقول لكم إيه بجد.
رجعت ليه تنتقد تاني يا هاني؟ ما هو بقى نصب مش هينفع، ما انا سكت كتير قوي والله، سكت كتير وماسك نفسي، لكن كل ما بتطلع بنصبايه لا هطلع اتكلم. تنتقد محتواها مش هنتقده، اسلوبها مش هنتقده، خلاص انا انتقدته وقلت فيه كفايه. لكن حته ضحك على الناس وتاخد فلوس ناس غلابه وفي ناس بتستلف عشان قناتها تتعمل عليها مشاهدات وتتحقق الربح وتستغل الناس دي، فده حرام. من راى منكرا فليغيره، ده منكر، ده منكر نصب. يعني انا مش عارف اقول لكم اكتر من كده، ده منكر نصب. الحكايه بقى مش هتمشي كده خالص، يعني انا واقف لها في حالات النصب وقلت، وحالات اللي هي تاخد فلوس من الناس وتقول لك هعمل القناه وهعمل لكم وهسوي لكم. انا عايز افهم بس الناس اصحاب القنوات اللي اتضحك عليها قبل كده من 3 4 اشهر على الفيديو بتاع ال 5000 مشاهده اللي قالت عليه، الناس دي ايه وضعها؟ يعني بجد ما تطلعوا تتكلموا، ايه وضعكم؟ طب انتوا فرحانين بالغش والنصب ده؟ يعني انتوا فرحانين ان قنواتكم تتفعل بغش ونصب ومستنيين عايزين ربنا يرزقكم بناء على ده من فيديوهات اللي هتعمل والقناه اللي هتحقق لكم ربح؟ طب ازاي؟ ما بني على بطل فهو باطل، يعني انتوا بتضحكوا على مين؟ انا قناتي التانيه دي ممكن افعلها في منت. ايوه وبعدين؟ ايوه الربح اللي هيجي بعد كده من هيبقى ايه؟ ايه؟ مش عارف والله، انا قلت رايي، ما اعرفش بقى انتم متفقين معايا ولا مختلفين. انا برجع بنتقد صدفه تاني في حالات اللي زي كده بتاخد فلوس من الناس وتقول لهم هعمل لكم قناتكم ومشاهدات ومش عارف ايه ونحقق لكم الربح والحوار ده كله. دي رساله لليوتيوب يا جماعه، شوف الناس، شوف الست دي بتلعب في ايه؟ ولا هو في اتفاق لايه؟ انا مش فاهم، يعني شوفوا الست دي بتتكلم كده وعلى اليوتيوب وعندكم وبتقول في ناس بتعمل مشاهدات عن طريق اليوتيوب والفلوس اولى، بقى ما تروح اليوتيوب تروح لكم انتوا يا متسابقين اللي ممكن تفوزوا. طب وهو معيار الفوز ايه؟ لما يطلع لك 1000 واحد هتدي 1000 واحد فاز معاكي هتدي له الجوائز دي كلها؟ مش عارف. الواحد بجد بقى زهق من الحوار ده بامانه. يعني ايه الحوار ده هيخلص على ايه؟ مش عارف، صدفة ومها والحوارات دي كلها الواحد خلاص زهق منها. بس ده اللي كنت حابب اقوله يعني، فاتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى سبسكرايب واللايك والشير، وربنا يحفظنا ويحفظكم من النصب والنصابين والدجالين والمشعوذين، دي شعوذة كده بتطلع تعمل شعوذة. مش عارف هي كانت بتقول لما بقى الحامل، مبروك الحمل، ربنا يكرمك يا رب ويوفقك على خير وتقوم بالسلامة. كان معاكم هاني، شكرا ليكم وكل المتابعين، تحياتي ليكم، ما تنسوش تأكد عليكم اللايك والسبسكرايب والشير. سلام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.